أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الشارع. حلقة اليوم نستعرض فيها قضية هامة وهي مرفق السكك الحديدية والذي تعرض مؤخرا للعديد من المشكلات بسبب ضعف الصيانة والاعتماد على العنصر البشري بشكل كبير. هذا المرفق الحيوي يستخدمه سنويا قرابة 350 مليون مواطن سنويا، وهو ما اضطر هيئة السكك الحديدية إلى تعديل القانون الخاص به بحيث يسمح بدخول القطاع الخاص كشريك في عمليات التطوير والتحديث. الآن مع آراء المواطنين حول تعديل هذا القانون ودوره في عمليات التطوير والتحديث. هو دخول شركات القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية وما يكونش ليها النسبة العالية في الإدارة فقط لا غير، ده شيء جميل جدا. إنما يمتلك القطاع الخاص من بابه كل الأمور، إحنا نخشى من القطاع الخاص أصلا، لأن القطاع الخاص عنده حب التملك وحب السيطرة. أنا أوافق على دخول القطاع الخاص في تطوير السكة الحديدية. ليه؟ القطاع الخاص له مزايا كتيرة. أولا في رقابة عنده غير الحكومة وغير القطاع العام، بس أخشى من زيادة سعر التذكرة. لا طبعا مش كويس كده، هيغلي التذكره على الناس الغلابه ومش هيبقى كويس. لكن لما يكون اداره حكومه فيها ناس كفاءات تقدر تعين ناس كفاءات وتخليها كويسه برضه يعني. لكن القطاع الخاص هيعلي الغلابه التذاكر. عايزين دراسه جدوى تعلن على الجماهير بشفافيه، تحدد لكل، تحدد ايه الخدمه اللي هتقدمها لي وايه التكلفه اللي عليا، عشان خاطر الجمهور يبقى ايه، لان دي خدمه هتكون خاصه بكل المواطنين وبكل الشعب المصري. غير مقبول نهائي، لان احنا السكه الحديد ديت من الثمانينات، من 1889 قطاع حكومي، قطاع حكومي ومخصص لخدمه الركاب ولخدمه المواطنين. المفروض ان دي خدمه عامه مش خدمه خاصه، فهو مرفوض. احنا عندنا كوادر يتدربوا بره، ياخدوا دورات بره ويجوا هنا يشتغلوا ويطوروا بالامكانيات المحدوده، انما دخول القطاع الخاص باي شكل وشكل مرفوض. بالنسبه للتطوير دوت عشان نجيب اي شركه من بره ماشي او اي قطاع خاص من بره، طب ما احنا عندنا كتير، عندنا الاولى، احنا اللي نعمل يعني كل ده في ايدينا احنا. اداره سكه الحديد لازم تبقى قطاع حكومي، ولكن احنا ما يمنعش ان القطاع الخاص يدخل، يبقى فيه استثمار، يبقى فيه حاجات للافضل، يبقى فيه تطوير، يبقى فيه حاجات للاحسن لصالح المواطن يعني. يا ريت لو اركب القطر بتذكره غاليه شويه ويكون نظافه وصيانه واهتمام، هيبقى حاجه كويسه ليا، لان كده كده الاسعار بتزيد وكل حاجه بتزيد. فلما اركب تذكره، لما اركب القطر بتذكره غاليه شويه مش مشكله، بس يبقى فيه نظافه، ما فيش بياعين جائلين زي اللي حصل دلوقتي، في راحه، في اوصل في ميعادي المناسب اللي انا عايز اوصل فيه. القطاع الخاص برغم ان هو هيبقى عنده امكانيات وعنده فلوس وهيطور، الا انه هيغلي التذكره. هو طبعا القطاع الخاص لو دخل كويس جدا، بس لازم يكون في منافسه. مين هينافسه؟ هيحتكر السكه الحديد لوحده ويتحكم في السعر لوحده، ولا هيكون في مراقبه من الحكومه عليه؟ عموما القطاع الخاص ما بيخش في اي مجال من مجالات الدوله، عمليه الطمع وعمليه الجشع بتكتر قوي في الموضوع. لا شيء برضه ليا، الشركه لو خشت في حاجه زي كده ممكن برضه ليا غلط التذكره، اما الحكومه افضل واحسن بكثير يعني، لان الحكومه طبعا بقى هتبص للشعب برضه وهتطور برضه من حاجات كتير يعني. ده شيء ايجابي، ولكن لابد ان يكون هناك ضوابط وقوانين تحمي المال العام من المال الخاص. احنا القطر بالنسبه لنا حاجه مهمه وحيويه جدا. اهم حاجه في الموضوع ده يا جماعه المواعيد، ان انا اروح شغلي في الميعاد اللي انا ميعاد الوصول المناسب ليا. التذكره تناسب الوضع الاقتصادي بتاع البلد. بعد أن استمعنا إلى رأي المواطنين حول تعديل قانون هيئة السكك الحديدية وتخوفاتهم من تعديل هذا القانون، سوف نطرح تلك التخوفات على المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية والمتحدث الرسمي. باشمهندس رضا، بنرحب بحضرتك على شاشة النيل للأخبار. أهلا وسهلا. بداية، هل هناك ضرورة ملحة لإشراك القطاع الخاص للاستثمار في هيئة السكك الحديدية؟ هو بداية خلينا نتكلم العالم كله شغال ازاي. العالم كله سكك حديد، العالم كلها بتشتغل بطريقة المشغل، يعني البنية الأساسية اللي هي السكة، إشارات، وحدات متحركة، كل ده ملك الدول، ما بتتخصخص، ما بتتباعش، لأنك دي هي اللي ملكك. بيخش بقى حاجة اسمها مشغل
قطاع خاص بيشغل سلعة معينة، بيشغل مسار معين بدهوله، بين البضائع من ميناء لمحطة لمكان، هو ده المشغل. وبالتالي احنا يعني مش بنعمل حاجة جديدة ولا بنخترع في الموضوع ده، لا، ده العالم كله عمله والعالم كله نجح فيه. بالتالي انت في الاخر المردود بيبقى ليك، ان كل ليك كراكب، الراكب هو اللي هيستفيد من الخدمة المقدمة، لان هيبقى فيه تنافس ما بين المشغلين، وانت حضرتك هيبقى عندك الحرية ان انت تختار اي وسيلة تركبها هنا او هنا، او تنقلها لو بتنقل نقل بضائع. ففي الوضع ده يعني. المهندس رضا، هناك تخوفات من خصخصة هيئة السكك الحديدية، بماذا تردون على هذه التخوفات؟ هو مفيش خصخصة، ما احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا بنتكلم في ايه. بنية اساسية دي ملك الدولة، مش هتخصخصها. انت هتشغل مسار معين، هتدخل حد يعمل لك تطوير للورشة، اعمال صيانة معينة للجرارات، للعربات، للوحدات المتحركة، وكل ده بالتالي هيعود مردوده على الراكب. يعني انت هتحسن من وسائل الامن والامان والسلامة للراكب، فده مش خصخصة، ملوش دخل خالص يعني بالخصخصة. البعض يتحدث عن أن الخصخصة سوف تطال قطاع الخدمات، ما هي نوعية الخدمات التي سوف تطالها عمليات التطوير والخصخصة؟ قطاع الخدمات زي ما احنا قلنا كده، الصيانة، أعمال الصيانة، أنت بتعمل صيانة للجرارات والعربيات، ده قطاع خدمات. ممكن يبقى في شركات هي اللي بتعمل عملية الصيانة دي كاملة للحاجات دي، بالإضافة إلى اللي بتعمله السكة الحديد. خدمات زي نقل البضائع، سلع معينة، زي الحاويات، زي في دلوقتي في إعادة تأهيل خط أبو طرطور عشان ينقل فوسفات، في مستثمر جاي هيعمل إعادة التأهيل دي وينقل الفوسفات، حاجات خدمية زي كده. بعد دخول القطاع الخاص في عمليات التطوير والتحديث، هل سيكون هناك رفع لسعر تذكرة القطارات خلال الفترة القادمة؟ هو في نظام هيبقى موجود، وفي تعاقد هيتم مع أي حد إذا كان هيبقى في تشغيل بالنسبة للركاب. العقد ده أنت هتبقى عامل زي الاتصالات بالظبط. أنت هنا بالنسبة لك بتتفق معايا، وأنا بلزمك ببنود وشروط معينة، من ضمنها سعر التذكرة. فمش هتقدر ان انت تغلي سعر التذكرة اكتر من اللي انا بقولك عليه واللي اتفقنا عليه، وبالتالي انت هتخش تقدم الخدمة على هذا الوضع. يبقى انت ضمنت للراكب حقوقه، ان هو مش هيبقى فيه زيادة في اي اسعار تذاكر، وهتبقى زي ما قلتلك فيه تنافسية. لو في اكتر من مشغل، انت حضرتك هتروح تختار اللي انت عايزه. يعني بمعنى احنا مثلا عندنا قطارات في اي بي، عندنا قطارات اسباني، عندنا قطارات فرنساوي، عندنا مطور، عندنا مميز، كل خدمة من دول وليها سعرها الخاص بيها. الراكب بيجي بيختار السعر اللي يتناسب معاه، مفيش حد بيفرض عليه حاجة. فيبقى هنا تنوع الخدمات، تنوع الاسعار، هو ده اللي هيبقى الحكم. طيب يا فندم، هل عمليات التطوير سوف تشمل شراء جرارات جديدة وقطع غيار وتدريب العنصر البشري أم ماذا؟ التطوير، خط التطوير شاملة كل المحاور، لأن أنت بتشتغل في منظومة متكاملة. ما ينفعش أن أنت تطور وحدات متحركة والإشارات تكون نظام قديم، ما ينفعش أن أنت تطور ده والسكة تبقى مش متطورة. فهي خطة شاملة كاملة متكاملة لكل عناصر ومكونات السكك الحديدية. احنا دلوقتي يمكن تعاقدنا الاسبوع ده مع شركة جنرال الكتريك على 100 جرار جداد، واعادة وتأهيل 81 جرار كان سبق توريدهم قبل كده وكانوا معطلين، وهم هيعيدوا تأهيلهم بالخبراء بتوعهم بمهندسينهم مع مهندسينا داخل الورش للسكة الحديد. عقد صيانة لمدة 15 سنة، وده الأول مرة كل ده بيتم، بقطع غيارها، مع عقد تدريب لحوالي 250 مهندس وفني
كتار هيتدربوا على المعدات الجديدة اللي جاية. السكك الحديدية تستحوذ على 2.5% من نقل البضائع على مستوى الجمهورية. هل عمليات التطوير سوف تشمل زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة؟ طبعا احنا بالنسبة لنا الخطة اللي اعتمدها مع الوزير ان نقل البضائع هو الامل الوحيد لتعويض خسائر السكة الحديدية، على اساس ان انت حضرتك ال100 جرار دول احنا جايين هيشتغلوا البضايع، ال81 جرار اللي موجودين وهيتم تعيينهم هيشتغلوا البضايع، كل ده هيعيد نقل البضايع في السكه الحديد لاكتر من اللي كان مخطط قبل كده. احنا النهارده بننقل الحاويات لاول مره في تاريخ السكه الحديد، بننقل من مينا اسكندريه ل 6 اكتوبر، بننقل من مينا السخنه 6 اكتوبر، بننقل من مينا دمياط ل 6 اكتوبر. افهم من ذلك انه سوف يكون هناك شبكه تربط جميع المواني ببعضها؟ لا، هي الخطوط موجوده فعليا احنا بنشتغل عليها، انما في خطوط مخصصه لنقل البضائع زي خط الاتحاد ده ماشي من مدينه 6 اكتوبر بيمشي لحد مينا اسكندريه، ده مخصص لنقل البضائع. في الشغل الجديد اللي هيتم من السلام العاشر مدينة العاصمة الإدارية الجديدة لمينا السخنة، في خط بضائع جديد هينشأ مخصص للبضائع من ضمن المخطط اللي موجود. طيب يا فندم، ديون هيئة السكك الحديدية وصلت إلى 55 مليار جنيه، هل القطاع الخاص سوف يسهم في سداد تلك المديونية؟ لا، هو ما حدش بيخش في ديون حد، يعني دي حاجات، يعني الديون السابقة دي بيتم تسويتها، ده موضوع بيتم تسويته من القطاع المالي عندنا ووزارة المالية، والناس شغالة في الموضوع ده يعني، فده ما حدش بيخش يساعد في حاجة. أنا بعمل شغل عشان أنا أعظم العائد بتاعي، من العائد بتاعي بقى ممكن إن أنا أوصل لمرحلة إن أنا أسدد أكسب كل الكلام ده كله. تمام. الاحتياج حاجة والديون حاجة تانية. الديون دي سكة ناس بتشتغل عليها، احتياجنا كخطط وتطوير والكلام ده كله انت محتاج بقى عشان تطور. ممكن بقى دلوقتي بعد انت ما تغير القانون وتعمل وتاخد الموافقة مجلس النواب عليه ان انت تبتدي الجزء ده انا عايز حد يخش يشغل فيه، وبالتالي هيخش هو باستثماراته، فيبقى انت من اجمالي المبلغ هيستقطع منه جزء كبير هتبقى مش مطلوب منك، لان في حد تاني هيخش يعمل الاستثمارات اللي انت عايزها دي. يبقى المساعدة هنا هتكون في الخطة الاستثمارية اللي انت هتعملها عشان تدخل مشغلين معاك بالنسبة لاحتياجاتك للتطوير. لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب تسعى حاليا لإسقاط مديونية السكك الحديدية، هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ هم شغالين فيه، القطاع المالي عندنا شغال في الموضوع ده. متى يكون في مصر قطار يضاهي القطارات الموجودة في دول أوروبا كفرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو غيرها من الدول الأوروبية؟ عندنا قطار الـ VIP ده يضاهي، عندنا القطر الفرنساوي كارل فوشيه ده متطور ومتجدد وحاجة على مستوى عالي، إنما ممكن بقى حضرتك بتتكلم بقى أن يكون عندنا قطر سريع. قطر سريع ده جاري الدراسات بتاعته، ويعني بنبحث على التمويل وان احنا نبتدي فيه امتى، وده هيكون من اسكندرية لأسوان. ده بقى دي الخدمة اللي المفروض انها تخش عندنا بإذن الله. في النهاية فندم، عايزين نتعرف على خطة التطوير المستقبلية لهيئة السكك الحديدية في شتى المجالات. هو احنا عندنا خطة تطوير شاملة، وزي ما قلت لحضرتك بنشتغل على كل المحاور، لان ما ينفعش ان انت تعمل خطة تطوير على محور واحد او محورين، لازم كله يكون ماشي متوازي. الخطة بتشمل البنية الاساسية، عندنا 1200 كيلو سكة جاري تطويرهم ومطلوب تطويرهم، عندنا مشروعات كبيرة قوي لكهربة الاشارات، في مشروع من عرب الرمل لإسكندرية، وده مع الوزير افتتح في برج بركة السبع افتتاح تجريبي الفترة اللي فاتت، بقى عندنا من عرب الرمل لبركة السبع، وأي مرحلة بتخش
وبتنتهي تطويرها بتخش وتبتدي تنزل التشغيل، يعني ما بنستناش لحد ما نخلص الخطة للآخر. دلوقتي شغالين من بركة السبع لحد إيتاي، بعد كده هيبقى من إيتاي لإسكندرية، ويبقى كده أنهينا كهربة نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية على أعلى مستوى عالمي. عندنا خط تاني من بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد، وده بتشتغل فيه شركة سيمنز، برضو مشروع كبير قوي لكهربة الإشارات بنفس الكيفية. عندنا مشروع كهربة الإشارات من بني سويف لأسيوط، وده بكارد مع البنك الدولي، وبرضو ده شغالين فيه. في عندنا بعد كده من أسيوط للنجع حمادي، في عندنا من نجع حمادي للأقصر، خطة كاملة شاملة كل هذه الخطوط نسبة الإشارات والبنية الأساسية كسكة. عندنا الوحدات المتحركة، تعاقدنا على 100 جرار وصيانة 81 جرار، بنتعاقد دلوقتي على 100 تانيين ويمكن يبقوا 200. في عندنا 6 وحدات كاملة هيجم مع بنك التعمير الأوروبي، وفي حوالي 1000 عربية جديدة هتيجي برضو تعاقد. يبقى انت كده عملت جرارات، عملت عربيات، عملت سكة، عملت اشارات. المنظومة دي كلها مع تطوير المحطات كلها، الخطة دي هتخلص 2020 بإذن الله. في ختام هذا اللقاء بشكر المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية والمتحدث الرسمي، بشكرك جزيل الشكر يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا. بعد أن استمعنا إلى رأي المسؤولين والمواطنين حول تلك القضية الهامة، نحن في انتظار عرض القانون على مجلس النواب للموافقة عليه. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، شكرا لحسن المتابعة.